إيماناً منهم بتطوير أنفسهم والعالم من حولهم، أسسوا الغرفة الفتية حول العالم JCI في 100 دولة لتوفير فرص التطوير التي تمكن الشباب من خلق التغيير الإيجابي، وخصوصاً من خلال عمل بأربع نطاقات، هن الفردي، الاجتماعي، الأعمال والعالمي. لتنطلق الغرفة الفتية بسوريا عام 2004، ويلي بتعمل على الأرض الواقع بتفعيل دور الشباب السوري وتطور عمله بمواضيع التطوع، وازداد عملهم بسنين الحرب على سوريا. واكيد اليوم رح نحكي عن JCI مع محمد شبارق، الرئيس الوطني للغرفه الفتيه بسوريا لعام 2017. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباحكم سعيد اريج وميسان، وبتشكر استضافتي اليوم معكم هون. يسعد صباحك محمد. يعني يمكن مسؤوليات كثيره اضيفت للJCI بعد الحرب على سوريا، اليوم قديش عم تشوف هالمسؤوليات يوم بعد يوم عم بتزيد عليكم كJCI سوريا؟ اكيد اليوم الغرفه تغير دورها من وقت ما تاسست بال 2004 عن دورها اليوم. الغرفه اليوم يمكن نحن كمنظمه شبابيه ما بنشتغل كثير بنقاط هي العلاقة بالإغاثة، العلاقة بالأزمة، بس بنشتغل على دور أساسي يمكن ما حدا غيره بيقدر يلعبه حاليا ضمن هالقصة، الأزمة اللي عم تمر عليها البلد، هو موضوع تمكين الشباب. نحن يمكن دورنا عم نخسر للأسف، واحدة من أهم القصص عم تخسرها سوريا هي الشباب، نتيجة سفر، نتيجة شهداء، نتيجة جرحى، نتيجة إصابات. فعم نشتغل كثير على تمكين الشباب وتقويتهم ليكونوا قادرين فعالين، يكونوا قادة تغيير، ليكونوا قادة سلام، قادة بناء بعد كل شيء عم بتدمر. وأكيد الدور الثاني اللي عم نركز عليه كمنظمة دولية انه نعطي صورة صح عن سوريا ونفرجي شو الشباب السوري بده، شو بده يحكي. نحن اليوم 2017 اطلقنا عنوان للسنة، كل سنة في عنا عنوان، السنة هو عنوان يوث كان دو او يو كان دو، انت قادر، الشباب قادر. فهو لا اكثر نقول للعالم اليوم الشباب السوري ما هو عبارة عن مجرد متغيرات معاملات دولية معادلات دولية عالمية. نحن يعني نسمع بالأخبار أمريكا وروسيا وحرب واتفاقيات، نحن موجودين، بس لا، نحن الشباب السوري إلنا كلمتنا وإلنا دورنا ونحن قادرين لنحكي هذا الشيء. أكيد فعم نشتغل على تمكين الشباب ليكونوا، لأنه أي شاب ما هو قادر، الشاب الممكن هو القادر، فعم نشتغل عليه هون ولنوصل صورتنا وصورة صح شو عم نعمل هون بالبلد. JCI عم تكون بسمتها كتير واضحة بكتير من المحافظات السورية، شو المجالات اللي عم تشتغلوا عليها بالمحافظات؟ تمام، نحن الغرفة بتشتغل على أربع نطاقات تطوير إذا بدي، مثل ما بلشنا فيهم هن الفرد، تمكين الأعضاء، بنشتغل كتير على تدريبات العلاقة بالأعضاء. غرفة دمشق حاليا عم بيشتغلوا بمشروع اسمه Leaders Factory، بناء القادة أو مصنع القادة، شغالين عليه صلون أكثر من شهر ومكملين فيه. نطاق المجتمعي، نحن عالميا عاملين حملة كان سنة الماضية أطلقناها Peace is Possible، السلام ممكن، وعم نشتغل على مشاريع العلاقة بالسلام. لنقول اليوم برغم كل شيء عم بصير حول العالم من تفجيرات، من إرهاب، من حروب، من قصص، نحن لسه في فرص سلام. من هذا الكره نبدله بحب، هذا الحرب نبدله بسلام، السلاح نبدله بوردة، فعم نشتغل على هذا الموضوع. كان في عنا مشروع بليف ان أليبو بحلب، انتهى يعني حاليا خلصوا المرحلة الثالثة وبلشوا بالرابعة. لادقية عم بتحضر مشروع اسمه Peace of Peace، قطعة سلام، لادقية قطعة السلام كمان عم بتحضر له. سويدة عم تشتغل على المشروع ضمن هذا الموضوع كمان، سينما السلام. يعني كل محافظة أخذ اختصاص ومشروع خاص فيها في مختلف عن باقي، وفي عندنا مشاريع على المستوى الوطني بتكون كمان عم تشتغل فيها كل المحافظات. فكله شغال بحسب احتياجات المجتمع الموجودين فيه. يعني في عدة مشاريع مثل ما قالت أريج، كل محافظة لها شيء. شو هي المشروع العام هلا بما أنه ذكرنا كل محافظة شو مشاريعها، شو المشروع العام يلي كغرفة الفتية بسوريا عم تشتغلها؟ تمام، هلا ما في مشروع عام، في عنا عدد من المشاريع اللي هي بتكون على مستوى سوريا على النطاق الدولي. نحن الأسبوع الجاي حيبلش إطلاق مشروع اسمه التوب، هو مشروع عالمي 10 Outstanding Young People، الشباب العشرة الأميز حول العالم، وأكثر لتسليط الضوء على أهم 10 شباب خلال العام كان لهم تأثير. سنة الماضية قدرنا ناخذ من أصل 10 شباب حول العالم اسمين، كان هدى كعكي من حلب، وكان شادي الألشي اللي هو المدير عام الأمانة السورية التنمية، كمان كان لهم فرصة ليكونوا ويتكرموا بكندا بالمؤتمر العالمي. السنة حنطلق كمان، نتمنى يكون في عنا حصة بين العشر شباب حول العالم. في عنا وقعنا كمان من أكثر من أسبوع اتفاقية مع منظمة دولية اسمها Let's Do It. Let's Do It هي منظمة تأسست بال 2008 بإستونيا، هدفها التخلص من إذا نقول القمامة الغير شرعية. بلشت بال 2008 بحملة على مستوى إستونيا كلها، وشارك فيها 100,000 شخص، نظفوا بيوم واحد
استونيا رجعت كرت على مستوى اوروبا. الهدف هو ب 2018 تشارك 150 دوله ب 15 ايلول، يعني حنفيق باليابان الساعه 6 الصبح للساعه 12 بالليل بهاواي. كل العالم حينزلوا ينظفوا الشوارع، يشيلوا القمامه الغير شرعيه اذا نقول مكبوبه بالشارع. هدفنا 150 دوله، عم نحكي على 500 مليون شخص مشارك بهذا الحمله، فهي حمله شعبيه بتفرجي انه نحن لما الشعب حابب يعمل شيء فيه يقدر يعمل شيء وبعبر. فاكيد اليوم مهم كثير سوريا رغم كل شيء حرب، نفرجي انه نحن مشاركين بالحمله وعم نساهم فيها. كمان كان في لكم زياره للاردن تمام. كمان كان في اهدافكم الخاصه بهالزياره، من بعدها رح ننتقل لطلعتكم القادمه الى تونس. بالنسبه للاردن كان في عنا اكاديميه البحر الميت لاعداد القاده. نحن كان عنا نصيب بسبع مشاركين من غرفه سوريا كانوا حاضرين هالاكاديميه، وكان الحمد لله الوفد السوري كثير عمل هيك طابع، يعني رغم كل شيء حرب كان هو المحرك الجو على حكي اللي وصلنا من هنيك من الاردن، فكان كثير ظريف. على مدى 3 ايام قدروا يعملوا فرق كثير كبير خلال واكيد نقلوا لنا خبرات للغرف اللي هنن مشاركين منها. هلا طالعين على تونس مثل ما قالت ريج، خبرنا عن هي الطلعه وشو المشاركه. تمام لكم. تونس نحن عندنا كل عدد من المؤتمرات الدوليه، من بيناتهم هو المؤتمر الاقليمي. نحن مقسمين كغرف باربع مناطق، افريقيا والشرق الاوسط الاريا اي، عندنا اوروبا، عندنا اسيا والباسيفيك، وعندنا الامريكيتين سوا. نحن كسوريا تابعين لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا، فالمؤتمر السنوي تبعنا حيكون بتونس السنه بمدينه سوسه. نحن مشاركين باكثر من 30 شخص طالعين مع اعضاء الغرفه. الاجتماع هو على مدى 6 ايام، حيكون في عنا عدد من التدريبات. غرفه سوريا حتقدم تدريبات، حتى نحن حنكون عم ندرب. عنا تدريب عن السلام ورياده الاعمال المجتمعيه، نحن كثير مميزين صرنا بموضوع السلام. بحكوا حرب نقول لهم نحن سلام. في عنا عدد من المشاريع مرشحه على الجوائز العالميه، عنا اكثر من 12 مشروع مشاريع سوريه تمام مرشحين. حنشوف ان شاء الله حيكون لنا حصه بحفل الجوائز باخر يوم. حيكون في عنا كمان مسابقه المناظره والخطابه، عنا فريق سوري مشارك بمسابقه اللغه الانجليزيه بالمناظره وبالخطابه، فكمان بنتامل انه يحقق. نحن وصلانين هلا بالخطابه للنصف النهائي، النهائي نحن وتونس ضد تونس، فان شاء الله يكون فريقنا السوري يقدر. ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق. اكيد. ففي عنا عدد من القصص حتكون بخلال زيارة، وأكيد هي اليوم تمثيل حلو بعد فترة انقطاع. يعني يمكن بالسنوات الماضية عم نشارك كرئيس بس أو نائب رئيس بمؤتمرات المنطقة، سنة طالع وفد. وفد كامل. قد العدد تقريبا؟ حوالي 30. نحن ناطرين في كم شخص اليوم مفروض يستلموا فيزهم الأخيرة، إن شاء الله الكل بياخذ الفيز والكل بيطلع. فنتأمل، والأخبارية كمان حتكون موجودين معنا هنيك إن شاء الله. حيكون في تغطية تمام. فإن شاء الله حنقدر نرفع رأس سوريا ونمثل صح ونعطي عن جد الشباب السوري شو عم يعمل بالبلد غير الحرب والموت. أكيد مثل دايماً الشباب السوري بيكون له بصمته المميزة بالخارج. جي سي آي تغير يمكن شوي منهج عملها ضمن الحرب والتأثيرات الحرب يمكن الاجتماعية والنفسية على الشعب السوري. اليوم كغرفة فتية قديش تغير شوي منهج عملكم، وهل هالشي يمكن أثر على تصنيفكم ضمن الغرف الفتية حول العالم؟ تمام. كغرفة فينا نقول يمكن رجعنا للقواعد تبعيتنا. يعني عالميا لما بلشت الغرفة ب 1915 هي بلشت بعد الحرب العالمية الأولى تمام. فنتيجة حرب الشباب بده يطلع من الحرب، بده يغير، بده يبني جديد. هلا أكيد لما بلشنا بسوريا بال 2005 بلشنا 2004-2005 لسه كان الوضع مختلف تماما، يعني ما حدا بتصور مننا كان نمرق بهالأيام. فكان دورنا اكثر تنموي، اكثر تمكين للشباب، اكثر مشاريع بزنس. اليوم انا بقول يمكن جي سي اي سوريا رجعت للقواعد الاساسيه اللي انشئت الى جي سي اي. كيف عن جد نخلق الشباب القادر المكن اللي يبني اللي يوصل الصوره الصح اللي يتواصل مع العالم اللي يخلق مع شباب العالم الفكره الصح. فهذا اللي عم نقدر نرجع له السنه. عدت علينا سنوات صعبة أكيد، يمكن 2012-2013 تأثرنا مثل كتير بالبلد، ما فينا نخبي اليوم الأزمة كانت قاسية علينا وقاسية على كل البلد. تأثرنا شوي، حاليا عم نرجع منقوى. نحن السنة الماضية كان في عنا مرحلة إعادة تأسيس إذا بدنا نعتبر، رجعنا عدنا تشكيل غرف، عدلنا داخليا أنظمتنا الداخلية، هيكلياتنا، طلعنا بأنواع مشاريع جديدة. السنة هي أكثر انطلاقة أكبر، عم نتوسع بالغرف،
نحن الاسبوع الجاي حنرجع نفتح غرفة حمص. عنا لاخر السنة مفروض 3 غرف جديدة تكون فتحت بالمحافظات ان شاء الله. ف يعني عم نحاول نقدر نعمل نكسب الشباب ونكون الشباب ايد واحدة لنقدر نساعد بهالبلد بهالوضع. يعني في طاقة، في طاقة موجودة عند الشباب السوري، لازم يمكن تطلع بمكان الصح، وهو هذا هذا العمل هو المكان الصحي اللي بيقدر الواحد يستثمر فيه كل هالشغلات الموجودة عند شبابنا. يعني ما تضيع. هلا حكيت لنا عن تونس وحكيت لنا انه رح ترجعوا تفتحوا حمص، شو بعدها محضرين؟ شو بعدها محضرين؟ نحن السنة كثير مليانة، يعني عندنا مشاريع، يعني عندنا هلا عدد مشاريع على المستوى المحلي، في عندنا داخليا عدد من القصص. عم نحضر للمؤتمرات كمان، في عندنا نحن مو المؤتمر الوحيد تونس، في عندنا مؤتمر حيكون بشهر 7 بنيويورك مع الأمم المتحدة. غرفة جي سي اي هي لها صفة عضو مراقب مع الأمم المتحدة، فعندنا مؤتمر معهم نجتمع لنعطي رأي الشباب ان شاء الله. عم نحاول عم يتم دعوتكم؟ عم بيتم دعوتنا، عم نتعذب بالفياز ما بنكر. الغرف الثانيه عم تحاول تساعدنا اكيد. اليوم كثير الغرف مبسوطه باللي عم تعمله سوريا، كثير فخورين بالشيء. يعني كل يوم بيجينا، يمكن اذا برجع على مشروع بليف ان اليبو اللي صار بحلب اكثر من 47، يمكن يندهشوا يعني بنتيجه العمل اللي عم تقوموا فيه. تمام، عم بشوفوا شيء طاقه وعم برجع لهم هنا الحماس. يمكن لما بكون فتره رخاء وراحه بفقدوا الشباب، بحس انه لهم دور، بحسوا انه كله ماشي، كله ضابط وكله هيك. بس لما عم بشوفونا الشيء اللي عم نعمله، عم بحسوا انه لا، فينا نعمل، فينا ندعم، فينا نساعد. يعني البليف ان اليبو في اكثر من 43 غرفه كان عم بتسمعنا مباشره على صفحاتها، عم تنقل، عم بتخبر، شاركونا. تقريبا كل رؤساء جي سي اي كانوا عم بتواصلوا معي بشكل يومي، شو بنقدر نساعدكم، كيف بنكون نحن جزء من هالحمله. وحتى على مستوى نتيجه، يمكن هذا المشروع غرفه حلب بتونس حتوقع اتفاقيه توأمة مع غرفه راس الجبل بتونس، غرفه لاذقية حتوقع مع غرفه صفاقس كمان اتفاقيه توأمة. في نتائج عم تنسى، عم نشوف ايه، عم نشوف هذا الحس. فالحمد لله يعني عم نقدر. عنا المؤتمر الوطني تبعنا اللي هو بيكون فيه انتخابات رئيس القادم اللي حيجي بعدي، حيكون السنه بمدينه حلب كمان. هو رجعه قويه لنقول نحن بحلب. السنه الماضيه كان في عنا اكثر من 200 مشارك من الغرف كلها، نتمنى السنه كمان يكبر العدد، يكون عدد شباب اكبر، تكون عن جد تظاهره شعبيه من قلب حلب انه نحن عم نعمل شيء كبير هون. اكيد نحن بنتمنى لكم كل هالتوفيق ودائما تحققوا نتائج ملموسه على ارض الواقع مثل ما نحن متعودين دائما عليكم. وتحيتنا لكل فريق جي سي اي. شكرا لكم، واكيد بنرجع نتحاكى بعد ما نرجع من تونس، نكون جايبين جوائز نقول لهم هالجوائز مو هو جهد بس جي سي اي، هو جهد كل المجتمع السوري، كل شيء عم بنعمله هون بالمجتمع بالبلد. ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق وناطرين الجوائز ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك محمد شبارخ، الرئيس الوطني للغرفه الفتيه لعام 2017. شكرا. شكرا.